عدد البشر الموجودين حاليا 7 مليار. طب عدد الحشرات؟ عدد الحشرات الموجود حاليا 10 كوينتليون. الحشرات حجمها صغير جدا يكاد لا يذكر، بس زمان الحشرات كان حجمها عملاق جدا، ولو في حشرة شافتك انت حرفيا هتموت من الرعب. النهاردة هنتكلم عن عصر الحشرات العملاقة. انا عبد الرحمن عمار، واهلا بكم في سبيس تايم مان. خلونا نرجع بالزمن لحد العصر الكربوني ما بين 298 لحد 358 مليون سنة. هنلاقي حشرات شبه اليعسوب كان حجمها عملاق لدرجة ان الجناح ممكن يوصل لطوله 70 سنتيمتر، يعني اكبر من اليعسوب العادي بثلاث مرات. الكلام ده مش على الحشرات بس، بل على مفصليات الارجل اللي من ضمنهم الديدان. الدودة الصغيرة زمان حجمها كان مرعب، طولها كان بيوصل 2 متر والعرض كان بيوصل لنص متر. طب ليه زمان الحشرات حجمها كان عملاق وحاليا الحشرات حجمها صغير جدا؟ ايه السبب؟ ده بسبب عنصر الاكسجين. عنصر الاكسجين حاليا نسبته 21%، ولكن زمان نسبة عنصر الاكسجين كانت 35%. العصر الكربوني في الوقت ده كان مليان نباتات بشكل مرعب، جميع الكرة الارضية كان فيها نباتات، عشان كده كانوا بيمتصوا كميات هائلة من ثاني اكسيد الكربون وبيطلعوا كميات هائلة من الاكسجين. ايه علاقة الاكسجين بحجم الحشرة؟ يعني ازاي الاكسجين هو اللي بيحدد حجم الحشرات؟ المفصليات والحشرات بيتنفسوا بطريقه غيرنا خالص. الحشرات عندها فتحات خارجيه، الفتحات دي بتتفرع لشبكه من الانابيب جوه جسم الحشره، والانابيب دي اسمها القصبه الهوائيه، والقصبه الهوائيه بتنشر الاكسجين لجميع انحاء جسم الحشره. يعني كل ما كميه الاكسجين زادت في الجو، كل ما الكائن اخذ اكسجين اكتر من الفتحات الهوائيه وحجم الحشره زاد. علماء الاحفير من جامعه اريزونا عملوا تجربه عشان يتاكدوا من صحه الكلام ده، هل الكلام ده صحيح ولا مجرد خيال علمي. جابوا حشره اليعسوب وحطوها في صندوق وزودوا الصندوق ده بالاكسجين. العلماء لقوا ان كل ما كميه الاكسجين زادت، كل ما حشره اليعسوب كبرت بشكل اسرع ونمت بشكل اسرع من الطبيعي، وده معناه ان الاكسجين بيأثر على الحشرات. الحشرات مش زينا عندها المقدره على التنفس، يعني انت بتاخد نفس هو بارادتك، بينما الحشرات لا، الحشرات ما عندهاش القدره على التحكم. كده كده اي غاز بيدخل جوه جسم الحشره غصب عنها، هي ما تقدرش تتحكم في الكلام ده خالص. فلو كميه الاكسجين زياده، الاكسجين هيدخل لوحده وهيضخم الحشره. الاكسجين حجمه قليل هيدقل الحشره او هيكمش الحشره، هيصغر حجمها. يعني من حوالي 305 مليون سنه اخر دوده حجمها عملاق تقريبا خلاص انقرضت. من حوالي 299 مليون سنه اخر يعسوب عملاق حجمه عملاق خلاص ما عادش موجود. طب الحشرات دي راحت فين؟ يعني ليه مش موجود حشرات عملاقه حاليا؟ يعني الصرصور اللي انت بتدوسه دلوقتي زمان هو اللي يدوسك، الحشرات دي راحت فين؟ من حوالي 275 مليون سنه، وخصوصا في العصر البرمي، نسبه الاكسجين قلت بشكل كبير جدا، وكوكب الارض في الفتره دي حصل له تغيرات. طيب نسبه الاكسجين قلت، فبالتالي حجم الحشرات هيقل، يعني كميه الاكسجين هي المسؤوله عن تحديد حجم الحشره. فعزيزي المشاهد، لو انت كنت عايش زمان الحشرات هي اللي هتدوسك مش انت اللي هتدوسها. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك، وما تنساش تشترك في القناه على اليوتيوب، وما تنساش تبص على المصادر لان كل الكلام اللي قلته ممكن يكون غلط. وافتكر دايما ان ما فيش اي شخص عنده الحقيقه المطلقه. اشوفك على خير في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.